2011 كنا لهنا ضد الاستغلال وضد الاضطهاد وضد الظلم. قبل 11 عاما أردت 4 رصاصات المعارضة التونسي شكري بالعيد، وبعد سلسلة محاكمات طويلة تابعها أنصاره وأصروا على تحقيق العدالة، أصدر القضاء التونسي اليوم حكمه بإعدام 4 من المتورطين إضافة إلى أحكام متفاوتة بحق آخرين. إعدام في حق 4 متهمين كالسجن، بقية العمر في حق متهمين آخرين كتسليط عقوبة سجنية لمدد متفاوتة تراوحت بين 2 و120 عاما. قتل السياسي شكري بالعيد يوم 6 فبراير عام 2013 على أيدي عناصر قالت السلطة إنها تنتمي إلى تنظيم أنصار الشريعة المصنف إرهابي. وفي أول تعليق على الحكم قال عبد المجيد شقيق شكري بالعيد إنهم راضون عن الحكم معتبرا أنه مؤشر إيجابي، وذكر أن هذا الحكم هو جزء أول يتعلق بالمنفذين، مضيفا أنه في القريب ستكون هناك محاكمة ثانية ستشمل المخططين وهم قيادات من الجهاز السري للنهضة على حد تعبيره. وعقب إصدار الأحكام قالت النهضة في بيان إن ما توصلت إليه الدوائر القضائية من تفاصيل تعد بشكل يقيني أدلة براءة لحركة النهضة، وينبغي أن ينهي المتاجرة بدم شكري بالعيد على حد قول البيان. وتنطلق الأسبوع القادم محاكمة المتهمين في ملف اغتيال البرلماني محمد البراهمي الذي نفذته عناصر متطرفة، وذلك بعد أشهر قليلة على اغتيال شكري بالعيد.